يزيد بن معاوية في الشام ويقول لصبيته ونساءه: عليكم بضرب الرأس فارجموه. ثم علق ذلك الرأس على باب الساعات. تقول الروايات: فلما جيء بزينب يوم أول أيام صفر وأدخلت زينب وأمامها رأس الحسين، انحنى رأس الحسين على رأس مسلم. يقول بعض الأخبار: وكأن بالرأس يقول للحسين: أبا عبد الله منعت من الماء، ضربت على جبيني، سيدي حسين تكسرت أضلاع جثتي، سيدي حسين من تلو جنازتي على الأرض في سوق الغنم. وكأن الحسين رأس الحسين يجيبه: يا مسلم، لقد ضربت بحجر أبي الحتم. يا مسلم، قطعوا نحري. يا مسلم، أثبتوا سهما مثلثا في صندوق صدري. هذا اللي يقول للنبي صلى الله عليه وآله، تبكي عليه عيون المؤمنين. صار مسلم يمشي في زقاقات الكوفة، كلما مر على دار تذكر أنه مات فيها أو أكل فيها. تقول الروايات: حتى أن الناس تغلق الأبواب في وجهه. إلى أن مر مسلم بن عقيل في زقاق فرأى طفلين اختنق بعبرته. ما عندك يا أبا طاهر؟ قال: تذكرت أولادي. وين بتروح؟ أخذ يسألهم مسلم بن عقيل: ما حال هذه البلدة؟ قالوا: إنها تغلي كما يغلي القيد. فقال إليهم: وما حال مسلم؟ قالوا: يا شيخ، لا تسل عن مسلم، فلقد انقلبوا على سفير الحسين. صارت الناس ترمي على مسلم الحجارة، وكلما أراد أن يدخل في بيت منعوه، إلى أن وقف به الزمان أن يقف على باب دار امرأة. وصل عندها، رأته بتلك الحالة، قال إليها: أمة الله، أريد شربة من الماء. رأته مكسور، جاءت بالماء، أعطت، شرب الماء، أدخلت القدح، وإذ به قد واقف على عتبة بابها. عبد الله، انصرف إلى أهلك، إن هذه البلدة نزلها علي بن أبي طالب وعلمنا بتعاليم، فاذهب فإني لا أجيز لك البقاء على باب داري. وقف مسلم ودموعه تجري على كريمته وهو يقول: وغربتها، ووحدتها. التفتت الامرأة إليه قائلة: يا هذا ما تريد؟ انت ما تدري ان علي بن ابي طالب لما نزل بأرض الكوفة علمنا مثلك وقفتك ببيوت الأجنة.
شوفتك يا شهر تنهار لهلك لروح القمر غرب والفلك يا لدهلك في وين قالها بالمدينة عنها ارتحلنا والدهر جايور اسلم انا وعمي علي اللي يذكرونه مخذول دخلها مسلم إلى نارها صار يصلي لله ركعات لا يقوم ولا يقعد إلا في مصلى إلى أن دخل ولدها عليه ولدها عليها سلم على أمه قالت إليه ولدي ماذا تريد قال إليها أرى قالت إليه هذا ضيفي مسلم أقسمت عليه بقرب رسول الله بفاطمة الزهراء لكن اللعين أخبر ابن زياد وجاء جيش الأشعث إلى نهار طوعان وين أبو جاسم رحم الله شيخ حسن زين صعدت على سطح دارها ضربت على صدرها صاحت يا مسلم دهت كل قوم يا شيخ دهت كل قوم يا حي أنا لو تنشر بالماء لشري صاحت فجعني هند الفي لو تنشر بالروح لشري وحسينا ومسلما قام مسلم من بيتها وجاء إلى باب دارها ورفع ذلك الباب صار يقاتل هذا يضربه بحجر وهذا يضربه بأطناق القصر إلى وهو يقول أقسمت أن لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا ياخذ الفارس من جوادب لحظة العلق يرمي به الثاني وعجله بثرين اليمن على اليسرى واليسار على اليمين وينادي على حسين واحد تضرب على صدرها وتنادي وخجلته طاعة تنادي على السطح وش هالكسير ليتك حضرت تشوف يا شيخ الحكير عمك الموثوق
اوصيك جانب هالبلد طبق ولي الام مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون مسافرة حسين هاي اول مصيبة من سافرة جذبتها حسرة وعاينت وجه حزن لم نام عاسك صاحت يا عمي والدي مسلم وين طالت الأيام قطعة أخبار لو وصل مكتوبة هاي أول مصيبة رجا واضح حسين بس دموعه خرت من
دما يا ابن عم الحسين.